السلام عليكم ورحمه الله، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ندير لكم طريقه تاع اليوم. الطريقه تاع اليوم ان شاء الله الطريقه تاع القندوره اللي راها كاينه، راها مشهوره بزاف في الفيسبوك، راها كاينه. وكانوا بزاف الاخوات المشتركات كانوا طلبوا مني، قالوا لنا بلي هنا نديروها كمشروع. نعطيكم ان شاء الله واش تحتاجوا فيها. هاهي تحتاجوا القماش، القماش شوازات، ديروا شوازات احسن من القماش اللي يجي سهل. القماش متر ونص، متر ونص تاع قماش 45000. نحتاجوا هذه الخامسه، هذه اللي راح راهم يخدموا، راهم خادمين بها، كاين بزاف قندورات بها، بزاف راها كاينه. هذه كي نستعملوها بقندوره نستعملوها كموتيف، ما نستعملوهاش. كاين بزاف الاخوات اللي راهم يظنوا نستعملوها للعين ولا كاين شي حاجه، هذه تستعمل كموتيف في القندوره برك. ما احنا كيما احنا ما نويوش بها حاجه اخرى، نويو بها موتيف يجي هكا شباب في القندوره. نحتاجو هذه، نحتاجو الحزام، هذا التكه نتاعها. نحتاجو هذا القالو، هذا القالو نتاع الهدوب راه فيه الطويل وفيه اللي هكا. انا جبت هذا، هذا الخويمسه 5000، الحزام 15000، هذا 17000 المهدي. هذا راه فيه وفيه، فيه قلت لكم اللي طويل كاين تاع 20000، كاين تاع 25000، كاين تاع جبت غير تاع 17000. جبت زوج مات. نحتاجو هادو، هاد الشنيشنات، هاد الهدوب، هادو ديروهم في، يجيو في الكمام. تحتاجو زوج، هادي 2000 الوحدة، 2000 الوحدة، زوج ب 4000. القوام تاعها الكل يجي يطيح، ينقم، يستقام لكم واحد 100 و 4000، 100000 و 4000. وانتم كنت تبغيو تخدموا وتبيعوها، تبيعوها ب 150000. تمام، الفصاله فيها سهله، تبيعوها 150000، عندكم فيها فايده وعندكم فيها ربح. نبداو على بركه الله، نبداو طريقه الفصاله. والفصاله نتاعها قلت لكم ساهله. الفصاله نتاعها بهذه الطريقه، تطويو القماش تاعكم، نطويو على زوج ونوليو نطويوه على اربعه. ها متر ونص تكفيكم هكا دندوره خفيفه تاع الدار. نسقم القماش تاعي ونولي لكم. نبداو طريقة البصالة. طريقة البصالة، تسقموا القماش تاعكم مليح هكا بهذه الطريقة، تراسيو بالطباشير، جيبوا الطباشير تراسيو بالطباشير، ديروا قندورة اللي تبغوا تفصلوا عليها المبتدئات، ديروا على حساب هذا الفرق، وتتراسيو بالطباشير. المبتدئات اللي بديو اللي يكونوا عاد يتعلموا، يكونوا عاد ها بهذه الطريقة هكا. هنا تحضروا مليح القماش تاعكم لا يكون زالق، تكون جهه خارجه وجهه داخله بهذه الطريقه. ها هي هنا ديروا، درت قصصت، درت العبر اللي انا غادي نديره، درت الطول، درت متر الطول، درت متر. نتوما ديروا على حساب الطول. هنا ديروا هنايا هكا طريقه، هنا ربع صباع، هنا الحلته نتاع الامام ونتاع الخلف ربع صباع. ها هي بهذه الطريقه، ها هي هنا، هنا ديروا نعبر لكم هنا شحال، ها 34 سنتيم، هنا 34 سنتيم. ها هي هنا هذا القماش متر ونص، 34 سنتيم. تهودوا هنا، نهودوا ب 25 سنتيم، ها هي 25 سنتيم. ها هي بهذه الطريقه هكا الكمام يجيو غير ناقصين، ما يجيوش تدخلوا هنا، تدخلوا. نوصل لكم على الطباشير مليح باش تشوفوا، تبع لكم هكا هاي، وتهودوا القندوره تاعكم بهذه الطريقه. ها هي هنا، وتوليو تهودوا. الدوره نتاع الصدر هنا تحسبوا، كل واحد يحسب على الدوره نتاع الصدر، يحسب الدوره نتاع الصدر. هنا تجي 34 سنتيم، هادو يجيو شويه مطلوقين، هادو ما يجيوش ايفازي ولا يجيو سيري ولا يجيو مطلوقين. وديروها تجي ناقصه، ما تجيش طويله. نبداو، بسم الله. هنا ها هكا بهذه الطريقه، ها هي هنا كي تجيو هنا بهذه الطريقه، كي تجيو هنا ندوروها هكا جي داين. طول
تشوفوا نتوما شحال تبغيو ديروا، تشوفوا الطول اللي تبغوا ديروه، هي ما تجيش طويله هكا، تجي هاد الطريقه تجي جي هكا دايره، وهنا ديروا هذوك الهدوب يجيو من عاودي الهدوب حتى اللي يجيو فيه. هاي مع بالكم هنا شحال تدخلوا من هنايا هنا، ها هي تدخلوا ها هي كي تهودوا منا تهودوا 25 سنتيم، هنا تدخلوا تدوروا ب 6 سنتيم، ها هي 6 سنتيم هكا بهذه الطريقه، ها هي هكا، ها هي ثلاثه اصبع، ها هي ثلاث اصبع تخرجوا منا منا لهنا، قلت لكم كيما هكا هذا كلش 35 سنتيم، ها هي 34 سنتيم، ها هي كلش 34 سنتيم، ها هي عاود هنا تجي 34 سنتيم، كي ديروا لنا 34 سنتيم هنا تدخلوا ثلاثة تدخلوا كيما قلت لكم تدخلوا ب 6 سنتيم، ها هي تدخلوا ب 6 سنتيم وتهودوا تهودوا حتى لتحت، تحسبوا 3 صبع، إلا ما عرفتوا ما درتوش بالسنتيم تحسبوا بالشبعة، تحسبوا 3 صبع بهذه الطريقة ودوروا، كي تجيو هنا 3 صبع ودوروا، ندير الحدة نتاع الأمام. ها هي هنا نديرو الحردة تاع الأمام، الحردة تاع الأمام بهاد الطريقة تهودو 6 أصبع، ما تحلوش بزاف هنا الطباشير، نحوس الطباشير ها هي هنا، ها هي هودنا هنا ب 3 أصبع، هنا نزيدو نهودو 3 أصبع، نهودو ب 4 أصبع، نزيدو 6 أصبع، ها هي بهاد الطريقة ودورو هكا، هاهي هادي هي، تبغيو تحلو تزيدو تحلو، تبغيو ديرو غير هكا ديرو هكا، تحلو غير شويه متحلوش بزاف، تبغيو ديرو شويه كاري تقدرو ديرو كاري، تبغيو ديرو هكا مدور تقدرو ديرو مدور، كيش هما تبغيو ديرو الحرده تاع الأمام ديرو هكا. هنا ها هي بهاد الطريقه تجي تجي مدوره هكا، ما يجيش محلول بزاف باش كي توليو تكفوا هكا كيزيد ينحل، ما يزيدش ينحل لكم بزاف، تبغيو تغلفوا تقدروا تغلفوا. واش يبقى لنا الوقت؟ تبقى لنا الخياطه، الخياطه نتاعها سهله، نكف راني غادي نكف هادو، نكف الجهه نتاع الامام ونكف الجهه نتاع الخلف ونلاقي الكتاف ونكف هنا الكمام تاعنا تاع الدرعان هادو هنايا ونولي نلصق، نوريكم عاود نزيد نوريكم الطريقه قبل نكف ونولي لكم. القندوره تاعي ها هي كفيت لها، كفيت لها الامام وكفيت الخلف، كفيت الخلف ما غلفتهمش غير غير تكفوهم هما، غير كفيتهم لقيت الكتاف هما، لقيت الكتاف تاعي لقيت عاود كفيت لها هنا الكمام هما هنا كفيتهم. واش نديرو دروك؟ دروك نديرو هاد الكالو هاو نلصقو الكالو هنا، تبديو من هنا، تبديو هنا من الجهه تاع الكمام من تحت عند الجهه تاع الدوره تاع الصدر هنا، وتشوفوا هنا تشوفوا فين جاتكم الدائره، هذيك الدويره اللي دورتوها تاع هاي هاي هنا راها دايره، هنا وصلت الدائره، هنا اللي رحنا واصلين تقلبوا هكا بهذه الطريقه، تقلبوا وتلموه مع القندوره في الاخير هاي هاد الطريقة، تلصقو الكالو تاعكم ها، ديرو غير كفة صغيرة هكا وديرو فوقها الكالو هاي على حسابها وتخيط. نكملو هاهي تعابرو هنا، شوفو قداش باش توصلو قد قد
هنا مع هنا تعبروا على حساب الدوره نتاع الصدر. ها هي غير حنا دايرين الكمام تاعي. ها هاي تعبروا هنا دروك نوصل هنا. ها هي هاني كملت. ها بهذه الطريقه تلصقوا. ها هما الهدوب تاعنا. هادو هما نعاود لها الخياطه، نزيد لها خياطه اخرى هنا ونولي نلصق عاود الجهه الاخرى ونزيدوا ونلموا القندوره تاعنا. القندوره نلمها، نلمها من الجناب كملت هالقندوره تاعي. ها هي فينا باقي لي لصق لها ديك الخويمسه هنايا لصقوها. دروك نخدم لها فين نلصقوا لها الحزام. الحزام لصقوا الجهه فين نديروا الحزامه تاعنا، تلصقوا بهذه الطريقه. هاي تعبروا فين تجيكم الحزامه وتلصقوا، تلصقوا بهذه الطريقه. هاي تطويو هكا. تطوي وعاود هكا بهذه الطريقه وتخيط. ها هي نلصقها نكملها ونوليو نلصقوا الخويمسه تاعنا ونكملوا القندور. باش تلصقوا الحزام تهودوا هكا، تهودوا من لهنا، تهودوا بشبره. هاي تهودوا هنا بشبره. تعبروا نتوما كل واحد يعبر فين يهود الحزام تاعه، تحزموا وتشوفوا فين يجيكم الحزام. بهذه الطريقه كيما درت هذه هنا نديرها هنا باش يجيني عاود قد قد قد. هذا تبغيو ديروا وحده، تبغيو ديروا زوج، المهم فين تلصقوا لها الحزام. هاي باش يجيونا هنا، ها هما يجي هنا. هاي نكمل الحزام تاعي ونولي نكملوا القندوره تاعي. ها هي لصقوا الخويمسه تاعنا هنا، تلصقوها في القندوره، لصقوها بهذه الطريقه. تقلعوا هذا المبتدئات. كاين الفص يجي داير توليو تقلبوه، ديروا هاي تقبضوا الوسط نتاعكم وديروها في الوسط، تهودوها على الفتحه نتاع الصدر بواحد 3 صباع ولا 4 هكا. هاي بهذه الطريقه تقبضوا الوسط قد قد. هاي جيبوها هنا، جيبوها في الوسط بهذه الطريقه. كاين اللي تجي كبيره، درت هذه، تبغيو تجيبوا الكبيره، كاين وحده تجي كبيره ها هي. تبغيو تجيبوا لكم اللي كبيره تقدروا تجيبوا كبيره. تبغيو ديروا هذه ديروا هذه، انا جاتني هذه احسن، درت هذه ما بغيتش اللي كبيره بزاف. تلصقوا بهذه الطريقه. هاي هاي القندوره تاعي، ها نوريكم النتيجه. النتيجه
الحاجه الاخيره نتاع القنطوره تاعنا ها هي كملناها، قلت لكم بصالتها سهله والخياطه سهله ما تقبضش الوقت. تقدروا تخدموها كمشروع، مشروع تخدموا تقدروا تخدموا زوج ثلاثه في النهار، مشروع نتاعها مربحه كتستفادوا منها بزاف. تقدروا تخدموا حتى المحلات هكا تبيعوا لهم تربحوا فيهم، تديوا فيهم 30,000 40,000 مليح. تبيعوا البيع تبيعوا قلت لكم صوالحها استقاموا لي 100,000 و 4,000 تبيعوها نتوما 150,000 كي تبغيو تبيعوا تبيعوا. هذه هي النتيجه تاعها، ها هي هذا الحزام. مام هذا الحزام تشريوه ينباع، ينباع 15,000 ها هي. لكن لا بغيتو تخدموا تخدموها مشروع، كي تبغيو تخدموا حاجه تبغيو تخدموا مشروع ما تشريوش بالمتر، تشريو بالروله. كي تشريو بالروله ينقم لكم الربح احسن. اللي تبغي تخدم مشروع، لكن اللي تبغي تخدم هكا وحدها في الدار تبغي تخدم وحده ولا ليها تشري بالمتر. لكن مشروع المشروع تشريو كيما نقولوا تشري هذا تشوفي تشري بالروله هذا الهدوم، ما تشريش بالمتر. بالمتر ما يطيحلكش فيه الربح، تشري بالروله يطيحلك احسن. مام هادو تشريو بزياده وتديروا معهم المحل وينقص لكم، ما يبيع لكمش بالثمن اللي يبيع به بوحده. هادو ثاني هادو عاود يبيع لكم، يبيعوا بالباكي يبيعوا رخيصه تنقام لكم، يبيعوها باقل ثمن بالباكي. هذه ثاني عاود يبيعوا بالباكي يبيعوا باقل ثمن، قل من 2,000 الوحده تشريها. كي تبغي تشري كي تبغي تخدمي مشروع حسبي حسابك وشري الحاجه شريها بالباكي، بالباكي تنقام لكم مليحه باش تربحوا فيه. هذه هي النتيجه الاخيره نتاع القنطوره تاعنا. نتوما قلت لكم كيما قلت لكم تقدروا تحسبوهم تخدموهم 150,000 كلش من عندكم 150,000. جابتكم وحده هكا جابتكم لقامه نتاع القنطوره وقالت لكم خدموا لي تخدموها لها 40,000 50,000. خدمتها سهله، خدمتها تاعها ماشي صعيبه بزاف. هذه هي النتيجه الاخيره تاع القنطوره تاعنا. هذه لاطين تاعها نقول لكم 46 لاطين تاع هاد القنطوره. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تستفادوا منها كمشروع. مع السلامه ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.